الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، حبايب المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء طيب متجدد إن شاء الله بحريتنا، نكون مع بعض في هذا الحديث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، مثمرا أفكار طيبة بحرية براحتنا. هنتكلم، مش بس انا اللي هتكلم، انتوا كمان هتكلمونا وانتوا كمان هتتواصلوا معانا. باجي واحضر في الحلقه عشان استفيد والله من هذه التفاعلات اللي ربنا بيكرمنا بيها، عشان نفهم بعض صح، عشان نقدر نتواصل مع بعض صح، عشان نقدر نسوق ما عندنا من منتج طيب، من منتج حسن. الحريه بتدينا طاقه ايجابيه، بتدينا ابداع، بتدينا فكر. اقوى انواع الحريه اللي دردشنا فيها في حلقات طويلة، ويمكن دي حلقتنا الثامنة ولا حاجة، اللي بنتكلم فيها بحرية، لقينا أعظم هبة ومنحة منحها الله سبحانه وتعالى لعبيده هي حرية الاعتقاد، حرية الإيمان. وكان سبحانه القادر على أن يهدي الناس جميعا، كان القادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، كان القادر على أن يجعل الناس متفاهمين، لكن له من الحكم التي يرفع بها أقواما ويعز بها أقواما، وكان بيده ملكوت الأمر، ملكوت السماوات والأرض. قال لنا سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ورأيناه سبحانه يكمل الآيات في الواقع، لأنه الله الخالق البارئ المصور، مالك الملك، تعطي الملك لهؤلاء العبيد، بس منهم شوية بيفهموا ومنهم شوية ما بيفهموش. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم يا ربنا، رأينا هذا الخير، والله فرحانين. الأيام بتتبدل والأيام بتتغير، والزمن يمر في دورات، والدورات بتخلينا نتكلم بحرية أكتر. دورة جديدة في الحياة الإنسانية نعيشها في مصر وفي الأمة العربية والإسلامية، برئيس جديد. سمعت كلمة من حد من أصحابي عجيبة وغريبة، قال لي: والله ما كنتش أتخيل إن أنا في يوم من الأيام ممكن أدعي الرئيس الجمهورية، أقول يا رب احفظه. وأنا جاي سمعت كلمة من أخت من أخواتنا ربنا يكرمهم جميعا، وهي بتقول لي: والله ما تخيلناش ان ممكن نقيم شريعة، او عفوا الشعيرة بتاعت فرضية طاعة ولي الامر. ربنا يا رب يبارك لنا في ولي امرنا. ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نسمع ونقعد نسمع وننتظر وننصت لهذا الخطاب من رئيس الجمهورية. تري الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، اللي بنعيدها تاني ونكررها، بنكرر عشان الشطار مننا يتعلموا، بنذكر بعض حتى نفهم ونعي، فالذكرى تنفع المؤمنين. تعالوا نشوف الآيات اللي ربنا بيديها لنا، والأمم اللي بتتغير وتتبدل، والناس اللي ماشية من مخلوقات الله في طرق مختلفة وفي دروب متعددة ومتفرقة. نشوف إيه الكلمة اللي ممكن تجمعنا ونفهم ونعي، إيه الحاجات والواجبات اللي علينا، وإيه الحقوق اللي لينا. عشان نفهمها تعالوا نبدأ بنفسي، أو أنا أبدأ بنفسي وكل واحد منا يبدأ بنفسه. بس يبدأ بنفسه هو عارف، إذا كنا نتحدث على قناة الرحمة، وإن اللي بيسمعونا من المسلمين غالبا أو الأغلبية وكل من يستمع إلينا من المسلمين، تعالوا نفهم إن الإسلام هو الدين الذي كان أحرص ما يمكن وأحرص ما يكون على حفظ كرامة الإنسان في الدنيا. وأيا كان الإنسان، أيا كانت ملته أو ديانته، وأيا كانت عقيدته، وأيا كانت اتجاهاته الفكرية، وأيا كان لونه، وأيا كان جنسه، ما كانش عندنا في الإسلام في تكريم الإنسان أعظم مما قاله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. وعشان كده كان تكريم الإنسان ما بيننا إحنا العبيد، اللي كان أصل من أصول الإسلام وأصول الشريعة، حفظ النفس. حفظ النفس اللي بنفهمه كويس جدا، اللي بنديها معاني العدل والمساواة والتضامن ما بين الأشخاص. ربنا قال لنا وعلمنا أنه جعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم علمنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شك أن الله أكرمنا
ومن نعمه علينا وكفى بها نعمة، نعمة الإسلام. الإسلام الذي عزز الحرية تعزيز كامل بكل أنواع الحرية. وكل أنواع الحرية، إذا قلنا إن الحرية الدينية هي من أعظم الحريات اللي ربنا اداها للناس، وهي ديت أصل من أصول الإسلام الثابت، فهو حفظ حرية الفكر، حفظ حرية المدنية للدولة مثلا، حرية السياسة، حرية الاتجاه. وعشان كده كل واحد فينا محتاج يراجع نفسه في ضوء فهمه الصحيح للإسلام. فهمه الصحيح للإسلام بيعلمنا احترام رؤية الآخر للعالم. ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ لأن الأيام اللي احنا فيها أيام وحدة، أيام قوة، وأيام تضامن. وزي ما كنا بنقول كلنا إيد واحدة، واللي كان البعض بيقول، وكلنا مش البعض بس، بنقول الجيش والشعب إيد واحدة، والأفراد اللي موجودين داخل الأمة المصرية أو الأمة العربية أو الأمة الإسلامية أو الأمة العالمية، كل الناس إيد واحدة قدام الأزمات. تعالوا النهاردة بعد ما ربنا أكرمنا بنعمه اللي كنا بنهتف من هذا الفرح ونسجد لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أنعم به علينا، ونعم ربنا كتير قوي قوي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة بس احنا بنشوفها، بنلاقي قلوبنا منشرحة ونفوسنا منضبطة، بتدينا القوة والشجاعة عشان نطلع نتكلم مهما كنا تعبانين، ومهما كان عندنا زهق أو ملل، أو عند القليلين قوي نوع من أنواع الإحباط، تبدأ الدنيا تتغير في تحديات قدامنا. لازم كلنا نبدأ نعي إن احنا اللي هنبدأ نغير بعد أن نتغير من أنفسنا، أو نغير من أنفسنا، هنتغير من الداخل، ونبدأ عشان نواجه التحديات زي ما كانت في خطاب السيد الرئيس اللي عنده 5 تحديات، ما بين الأمن والمرور والثقافة أو الاقتصاد اللي بنتكلم عليه، ما بين الأمور الشديدة اللي محتاجينها كلنا، اللي بتمسك كل بني آدم موجود بالتحديد داخل جمهورية مصر العربية وعلى العموم أيا كان على الكرة الأرضية. كلنا محتاجين الأمن والرفاهية في الاقتصاد، وعندنا أزمات حقيقية. تعالوا بحرية نتكلم ونحترم وجهة الآخر في أفكاره واعتقاداته، وناخد اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. الله يعزك ويبارك فيك. الله يزيدك من فضله. الله يحفظك ويبارك فيك. بس تذكرة بسيطة أذكر نفسي بها وكل من يسمعني. ربنا يحفظك. نقول لأنفسنا أن الشكر أصعب من الصبر، وأننا حينما كنا في مرحلة الصبر كثير يعني صراحة أنا رأيت شيء يعني أعتبره يعني كأنه آية ربانية. كثيرا ما كان الإعلام وبالذات من يسمى المسلسلات والتمثيليات تسخر من شيء اسمه دعاء، وتجعل الدعاء هو سلاح العاجز وسلاح النساء. لأين كيف حينما دعونا، كيف أن الله سبحانه وتعالى حقق ما كان يمكن أن يكون مستحيلا. بدأنا نتراخى شوية في الدعاء، فظهرت التلفيقات، وظهرت أثار النفاق، وظهر التحبيط، وظهر الخسران اللي هو بيحشرون به، لأن احنا رجعنا إلى ما كان لا يتمنى أن نرجع إليه. أتمنى أن نعلم أن الدعاء يجب أن لا ينقطع، وأن الشكر أصعب من الصبر. إن كنا بندعي كل يوم 100 مرة، الآن أصبح 500 و600. ندعو لأنفسنا، وندعو لهذا الرجل الذي نصبه الله علينا من فضله، وندعو لوالدينا، وندعو لمرضانا، وندعو لكل مبتلى من المسلمين في أنحاء الأرض جميعا. ونذكر أيضا في هذه الليلة الكريمة بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله كي يغفر لنا ذنوبنا ويذهب همومنا. وجزاك الله عنا كل خير. وجزاك الشمس مدير، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا. بصراحة الشمس مدير يذكرنا دايما بالكلام الطيب وبالدعاء الذي هو مخ العبادة، وهي دي من الحرية اللي لازم نبقى فاهمينها يا جماعة. نذكر نفسنا عندنا حرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حرية التذكير بس بالفهم الصحيح، بالدعوة الصحيحة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. أول نقطة عايز ندردش فيها النهاردة، وإحنا يعني ربنا يحفظكم جميعا، ندعو لنا ويدعو لكل مرضانا كده، ربنا يشفي جميعا ويعافينا، ونستطيع أن نخرج ما عندنا من خيرات حتى نتشارك فيها جميعا، كلنا مع بعض، كل حد فينا عنده خير. لكن إزاي نعرض هذا الخير؟ إزاي نوضح للناس إن إحنا عندنا خير؟ ده اللي إحنا محتاجين نتفهم فيه، والبداية أن نحترم رؤية الآخرين للعالم. بعض الناس
عندهم خير كتير جدا، عندهم دعوة كويسة جدا، عندهم فقه، عندهم دين، عندهم معلومات، عندهم علم، لكن في طريقة عرض العلم بيبقى عندهم اتجاه واحد بيسمى باللغة الدارجة one way، مش كلمة انجليزي، ده بقت لغة دارجة جوه العربي، يعني طريق واحد، اتجاه واحد، سهم أو طلقة تخرج من المسدس في اتجاه واحد، افعل كذا وكذا وكذا وربنا قال كذا، ولازم نحافظ على الصلاة مثلا، والبنات لازم تتحجب، والرجالة لازم تطلق لحاها، والكلام ده موجود لأن أصبح كتير جدا هي فروض. لكن طريقة الدعوة إلى الفرد في بعض الأوقات بتخلي الناس تنفر، وهي ديت اللي عايزين نتكلم عليها. الآخرين عندهم نظرة، الآخرين لهم رؤية، الآخرين عندهم تخوفات، الآخرين عندهم مصادر للآراء بتخليهم يستمعوا بطريقة معينة، بيتناقشوا بطريقة معينة، وعشان كده بيبدأ يحصل الصدام اللي موجود. بتبقى أنت صاحب حق بس مش عارف توصل حقك، بتبقى أنت صاحب قضية رابحة لكن بتبدأ بداية خاسرة. ولذلك كتير والعياذ بالله من إخواتنا أو أخواتنا وإخواننا بيحبطوا، ده احنا بنقول للناس تعمل كويس جدا، واحنا بنقول للناس الخير، واحنا عايزين لهم خير، وبعدين في اشكاليه كده جدا. الاشكاليه بتبقى موجوده على العموم، واوقات كتير قوي موجوده على الخصوص. موجوده ما بيني كأب، وما بين بنتي، وما بين ابني، وانا بعلمه الدين او بربيه في وسط مجتمع مليء بالاشواك، ومليء بالمشاكل، ومليء بالاتجاهات الفكريه. عشان كده بنبقى مش عارفين هم الاخرين او الاخرين ليه مش بيقبلونا، ليه مش بيفهمونا، ليه مش بيسمعوا كلامنا، رغم ان احنا عايزين لهم الخير. المشكلة بدأت لما احنا جينا نتكلم في هذا الكلام. الفرق ما بين الحكماء الصينيين او الهنود اللي كانت عندهم نظرة جاية من تعبداتهم لبوذا او تعبداتهم لزرادشتية او غيرها، ان هم بيبقى عندهم حكمة اصلاح العالم، ودي اللي كانت في القصة المشهورة قوي، يمكن سمعتوها قبل كده كتير. الرجل الحكيم اللي قال أنا هصلح العالم كله، فصار في أرجاء الأرض، أرجاء المعمورة، كان يشبه غاندي كده، ويمشي من بلد لبلد ومدينة لمدينة وقرية لقرية ونجع لنجع، يقول للناس حبوا بعض يا جماعة، حافظوا على بعض، حافظوا على بلادكم، نظفوا بلادكم، خلوا عندكم سماحة، خلوا عندكم، كله كلام جميل كان بيقوله كويس قوي. فأنا يمشي ما بين الناس يدعو إلى هذا السلام الداخلي والسلام الاجتماعي. بس الراجل دوت سنة ورا سنة ورا 10 سنين ورا 20 سنة تعب، ولما تعب رجعده ووصل لمدينته وقعد في وسط أهله وعاش في بيته تعبان، كل من كتر لف في الدنيا اللي ظن إن هو ضيع فيها عمره، لأن رجع في الآخر والعالم مليان حروب ومليان مشاكل. والنهاردة بنرائي أو بنجد زعماء وقادة، منهم من قتل وربنا يجعله شهيد عنده سبحانه وتعالى، وراح من غير ما يبقى في حد بيبحث له عن حقه، وحد تاني تحول من إنسان وديع لظالم شديد على الناس، وحد تالت قلبت معاه حرب، وحد خامس قلبت معاه بربنا يعافينا ويعافيكم أن يكون لصا على قومي، وحد خان بلده، وحد وحد. دنيا مش زي ما هو عايز. قعد في وسط أهله ولقى الحكمة لما قال لو أني بدأت بدول، بأهلي دول، وقبل ما أبدأ بيهم بدأت بنفسي، إن أغير فكري وطريقتي، أغير فكري لما أوري الناس إن أنا إنسان ناجح، وإن أنا إنسان صالح، وإن أنا إنسان صادق، وإن أنا إنسان أمين، وإن أنا إنسان سامح، وإن أنا إنسان كلي على بعضي رمز للسلام. يمكن كانوا شوية اللي حواليا دول ولادي وإخواتي وعمامي وخلاني وخلاتي ومجتمعي والجيران، كنا بقينا كلنا على نفس المنهج ده، ويمكن لو كنا بقينا على المنهج ده كانت مدينتنا كلها على نفس المنهج، وكانت بلادنا تبقى على نفس المنهج، وكان العالم كله يبقى على نفس منهج بلادنا. خلينا أقول لكم، الرجل ده فكر بس يمكن ما سمعش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ظل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مكة بعد أن أرسل بالرسالة وبالدعوة 13 سنة، وكانت إقامته في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. في مكة كم من الناس أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبمن بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بحريتنا النهاردة بكلمكم علشان نفهم إن كل واحد فينا
محتاج يبدأ بنفسه. النبي صلى الله عليه وآله كان هو الصادق الأمين، كان هو العادل، كان هو الحاكم اللي بيحكموه ما بينهم داخل مكة. وحينما بدأ وكانت أول من آمنت به من النساء زوجته، أقرب الناس لي، وأول من آمن به من الموالي مولاه سيدنا زيد ابن حارثة، وأول من آمن به من الأصدقاء أول صديق لي سيدنا أبو بكر الصديق الذي قال عنه: والله لو أن لي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبي وأخي، رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نكمل بعد الاتصال البداية بنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دكتور. أهلا أستاذ مؤمن. حياك الله، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه، حياك وبياك. اللهم آمين جميعا إن شاء الله. الله يعزك يا رب. أولا كل شيء نحمد الله ونشكره على نعمة ربنا اللي هي دكتور محمد مرسي اللي أنا عمي بيها. بدأنا عايزين نأدي حق النعمة دي، الشكر يعني النعمة. موضوع حلقتنا النهاردة، قول لنا نعمل ايه؟ يعني الاعتصامات هاي ومثلا يعني مدعاة لتعطيل العمل. انا بحسب ان يعني من الشكر كمان ان عدد ساعات العمل نزود ساعتين. يعني الحب مش كلام واغاني، الحب فعل. يعني ما شاء الله عليك. يعني الا تستحق مصر ساعتين زيادة من عملي مثلا غير دوام الرسمي غير شغل الاساسي. طب مؤمن، انا هقول حاجه، هتبدا بنفسك، هتحاول انت تشتغل كده ساعتين زياده، ساعه زياده انت واللي حواليك. انا في الاردن بشتغل برضو يعني، بس مش هتوصي يعني اهلك. هتبقى النموذج الطيب هناك للمصري القويم السليم الطيب الجميل ان شاء الله. اسال الله ذلك يعني ان شاء الله. يبقى انت عندك يعني في الراي ان احنا نتبرع بساعتين زياده في العمل ده، اول فكره جميله ومبادره يعني رائعه. مصر تستحق الروح قبل الساعتين هدول يعني. نعم، ربنا يا رب يكرمك يا مؤمن، ما شاء الله عليك، يعني مبادرة طيبة ورائعة. جزاكم الله خير، أنت وكل أهلنا في الأردن من المصريين والأردنيين والفلسطينيين وكل جنسيات خلق الله رب العالمين. ربنا يكرمك، جزاكم الله خير يا مؤمن. ده حقيقة ما شاء الله، مؤمن بيدي المبادرة. وإحنا كده دخلنا جوه الموضوع، هي خمس تحديات موجودة. أنا كنت امبارح في التلفزيون المصري وقبله في التلفزيون الخاص وقابله في التلفزيونات كلها، عندنا خمس تحديات. الرئيس اللي احنا بنقول ان احنا نحب هذا الرئيس، وان احنا بنقول ان احنا بنحب هذه البلد، وان احنا بنقول ان احنا بنحب الله سبحانه وتعالى. بقى عندنا خمس تحديات والناس ثلاث انواع، خلونا نقولهم ونذكرهم. نوع موجود وبتشوفوه فعلاً، او يمكن بتوع قناة الرحمة ما بتشوفوهوش، ربنا يكرمهم، موجود في القنوات الإعلامية، نوع مؤثر جدا، بيتكلم كتير، له كلمة مسموعة رغم أن عدده قليل قوي. لكن هذا النوع من الناس وبالتحديد من المصريين أو من بعض المصريين، مدعومين بقى من الخارج مش مدعومين، دي مش قضيتنا، لكن بيكسروا المقاديف، بيقصقصوا ريش أي حد عايز يدعم البلد، وبالتحديد نفسهم أن يفشل السيد الرئيس ربنا يكرمه. وأنا بقول السيد الرئيس، وهقول لكم سيدي الرئيس كمان، الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. ليه؟ أصل خلفيته إسلامية، فأنا كان نفسي الإخوان يجوا عشان يفشلوا، عشان الناس تشوفهم هيفشلوا إزاي. وخلوني كده أوريكم هذا الغضب المكنون جوه الناس اللي بتخليهم مش طايقين نفسهم. إحنا كنا عايزينه يجي عشان يفشل، وادي الإسلاميين يا عم، وادي الإخوان، وادي الراجل، وهتفشل البلد وهتبوظ. ويبدأوا يحاربوا الراجل، ربنا يا رب يحفظه بنواياه الطيبة، بأفعاله الطيبة، بأقواله الطيبة. وده نوع من الناس موجود قاعد يقصقص الريش بتاع الطير عشان الطير ما يعرفش يطير وينطلق من الأرض إلى عنان السماء، عشان تنهض الأمة المصرية أو الأمة العربية أو الإسلامية بقيادة وريادة جمهورية مصر العربية إن شاء الله. نوع موجود من الناس، نوع موجود قاعد ينخر في بناء الوطن. النوع التاني نعرفه بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا اختنا ام عصام. ربنا الغالي دكتور محمد، ربنا يتفق الله وعافاك، ربنا يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك، وصوتك يوصل لكل الناس المؤمنين المحبين لمصر. اللهم امين. ربنا يجعل شباب الامه كلهم زيك يا ابني، ربنا يجعلهم خيرا منا ان شاء الله. الف الف مليون مبروك لرئيسنا وفخامه الرئيس وابونا وعلى راسهم فوق ان شاء الله محمد مرسي. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبته على الحق
يصح البطانة الصحيحة، ولا يجعل الشياطين ولا المتلونين والمنافقين عليه سبيلا يا رب العالمين. أمين يا رب. حضرتك بتتكلم في نقطة أنا بصراحة هتجنن فيها، هتجنن بيها، ربنا يبارك فيه. أنا كان نفسي الرئيس ربنا يحميه ما يقولش إن أنا هنسلخ من الحرية والعدالة، هنسلخ من إخوان المسلمين عشان يرضي أي حد. لا ده مشروع. ما ينفعش إن أنا وبقول للناس وأهل بلدي كلهم الناس المحترمة الشرفة إنهم يثبتوا مع الرئيس، إن حتى لو الحكومة هتيجي من الحرية والعدالة والإخوان ده الصح، لأن إحنا عكس الديمقراطيات اللي موجودة في العالم كلها. أي رئيس بيجي وبيسيب الحزب بتاعه أو بينسلخ منه بأي منطق وبأي ديمقراطية بأي شكل، إحنا بنحاول بنضحك الناس علينا. ازاي ابني انا احمله 9 اشهر وعامل مشروع وبقاله 30 40 سنه واجيب حد ثاني يشتغله؟ حد ثاني يخدم عليه ازاي باي منطق وباي عقل؟ بقول للناس العقلاء اقفوا مع هذا الرجل، والله رجل شريف، وهؤلاء الجماعه جماعه شريفه ان شاء الله. احنا بنقول دين واسلام ان احنا غير قادرين على العمل. لا، مشروع النهضه حطوا اكثر من 1000 عامل عالم اسلامي كلهم على مستوى العالم كلهم مسلمين ان شاء الله. مشروع أمة وقوتنا في وحدتنا، وربنا ينفع بيك يا دكتور محمد. حبك الله يا ابني وربنا يبارك فيك يا رب. حبك الله يا محمد. قناة الرحمة يعزها ربنا يجمع عن الشيخ محمد الشر ويرد كيد الكائدين، وربنا ينصره في الأرض وفي السماء ويجعله من المخلصين إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. ربنا يكرمك، جزاكم الله خير يا ابو حسام. ما شاء الله احنا عايزين نفعل، وهي دي قضيتنا والله. ان شاء الله النهارده هنطلع كلنا نعمل حاجه باذن الله. مش بس كل اللي بيشوفونا دلوقتي في الرحمه دلوقتي ولا في الصبح، لا، كل اللي بيشوفونا هيتحملوا مسؤوليه الامانه ان هم سمعوا وفهموا ووعوا اللي احنا عايزين نوصل له بالمبادره اللي احنا هنبدا نعملها والله. وتعالوا نبدا المبادرات ديت، يعني هي هو ده الدور المفروض نعمله. اللي بنتكلم على ناس بتكسر المقاديف، ناس بتكره نفسها قبل ما تكره رئيسها او تكره امتها او تكره وطنها، لان هي شايفه الاتجاه واحد. وعشان كده بتكلم في برنامج بحريه، هي ناس مش شايفه الا فكرها ورايها ووجهه نظرها، وان الاسلام لا يصلح، وان الرئيس ما دام جاي من اتجاه اسلامي بمرجعيه اسلاميه لا يصلح، واذا اصلح يبقى الديمقراطيه بتمشي بطريقه. احنا بنتكلم على واقع لازم نبقى فاهمينه. هؤلاء الناس لابد من تجنبهم، بس ازاي نجنبهم بقى؟ نقفل قنواتهم ولا نخرس ألسنتهم ولا نقصف أقلامهم، ولا نبقى عندنا الوعي الكافي والقدرة على التعامل مع هذه الأمور بإيجابية حتى تنقلب الأكاذيب إلى حقائق، فنكن إن شاء الله في مبادرة طيبة بمشروع نهضة قوي نطلع منه مصر القوية، ونظهر ما عندنا من إمكانيات وخبرات وتجارب كانت في 1400 سنة في خير حضارة كانت موجودة، الحضارة الإنسانية في الدولة الإسلامية الحديثة في وقتها في كل وقت مصدر الإلهام والإبداع والثقافة والفكر والرفاهية لبني الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله. السلام عليكم. أكرمك الله يا رحمة الله. الله يكرمك. تفضلي يا أختنا. بحيي حضرتك وجميع العاملين في قناة الرحمة الفضيلة، ورزقكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. كلمت حضرتك الخميس اللي فات، وحبيت إن أنا أتصل النهاردة حضرتك على إنك بشرت في نفسي والثقة وحسن ظني في البلد انتشار الدكتور محمد مرسي، فبحيث تفوز بعون الله وقوته. فالله أسأل أن ينشره ويثبته ويجعله خيرا مما نظن فيه، ويرزقه البطانة الصالحة التي زعناها على كل خير. اللهم آمين. اللهم آمين. دي رجائي يا دكتور محمد بعد إذن حضرتك عند كل أخ وكل أخت فاضلة، وهو الموضوع بتاع حضرتك بشراحة النهاردة طيق وممتع بشراحة. رجائي هو لكل أخ وكل أخت إن هو الإخلاص في القول والعمل، وخاصة أن نحن الله في شهر العمل، ونسأل الله أن يبارك فيما بقي منه ويبلغنا رمضان، وكل سنة حضرتك بصحة وسلامة. ربنا يكرمك يا رب. الرجاء هو ان الاخلاص في القول والعمل والدعوه الى الله بالحكمه والموعظه كان احكام الاخر، والاصلاح ذات البين زي ما قلنا قبل كده في اللقاء الخميس القادم مع حضرتك. نعم. وزي ما تفضلت حضرتك مشكورا وضربت اروع مثل باننا كلنا ايد واحده وكلها صوابع واحده، مجتمع في كف واحد. نعم. فهي بقى مبدا العمل. احنا زمان بنقول اشتغل ليه واتعب ليه؟ نعم. ما هي اشتغلت زي ما اشتغلتش ومحدش هيقطع. نعم. دلوقتي ما ينفعش الكلام ده. نعم. الراجل ده دكتور محمد مش هيشتغل لوحده. الراجل ده مش هيقوم الدوله لوحده. خالص. ربنا يكرمه. نعمل سويا وكله يخلص في عمله، اللي كان بيروح متاخر يروح بدري.
اللي كان بيقصر في عمله يخلص في عمله ويجعل يعني يعتبر الله خالصة لوجهه الكريم ثم رفعت بالإسلام والمسلمين. نعم صح. للأسف دكتور محمد الأعداء كثر. نعم. من المسلمين أنفسهم قبل المسيحيين وقبل الأعداء. صح. الله أسأل أن يوحد سبحانه ويجمعنا على كلمة الحق والدين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. معلش يا ديم سؤالين عند حضرتك وأسفة بالإطالة. تفضلي. السؤال الأول المطرح الآن للأسف يا سيدي الفاضل التهكم والسخرية والاستهزاء دي من أول يوم ومن أول لقاء ومن أول لحظة دكتور محمد أعلن فيها أنه كنت رئيس الجمهورية. طب معلش قولي تاني بصوت عالي. قولي تاني بصوت عالي شوية. السؤال الأولاني إيه؟ التهكم يا سيدي الفاضل التهكم من اول يوم تولى فيه السخريه والاستهزاء. طيب نعم على على الدكتور محمد مرسي يعني. ايوه بدا من الاول بخطابه والعبارات التي قيلت ناهيك طبعا عن الاستهزاء يعني بالبدله اللي كان لابسها احد المذيعين قال له معلش يعني لا طيب يعني هو ده. طيب انت بتسالي سؤالين، السؤال الاولاني انت بتقولي التهكم اللي عملوه او البعض. السؤال الاول المطرح حضرتك دلوقتي ايه راي حضرتك في اتجاه يعني الاعلام الواعي وليس الموجه ده من وجهه نظري يعني. نعم. وكيفيه التحضي له يعني. طيب حاضر. ما لان طبعا للاسف جماعه عريضه وجماعه كثيره جدا من المسلمين وللاسف يعني اللي هم زي ما نقول قليل الالتزام او قليل عمق في الدين او قليل التوجه لله بيندرجوا تحت هذه الفئه من اللي احنا المذيعين للاسف جموع كثيره وجموع عريضه جدا بتسمع لهم وتكون شكلهم. نعم. بالامس انا شفت على قناه الرحمه فيها لقاء ما بين الشيخ علاء سعيد ومكالمه او دخلها مكالميه مع الاستاذ وائل الدكتور. يعني بنوقر وبنعظم وما شاء الله ولا نحسبه ولا نزكيه على الشيخ علاء سعيد رحمه الله عليه يعني نحسبه على خير والله حفظه. بس كان من الافضل ان يعني يتم هذا اللقاء او هذا الاتصال واحد زي حضرتك واحد زي مع الاستاذ ملهم العسوي مثلا واحد زي استاذنا عمر الحمدلي بحيث ان اعلامي يواجه الاعلام بالمشرك واخد بال حضرتك. لكن ما شاء الله الدكتور الاستاذ علاء سعيد ما شاء الله هو يعني نحسبه على خير يعني بيحب دينه قوي من ذات دينه قوي فبالتالي هو يعني مش عارف يوصله الفكره. احنا محتاجين ان احنا يعني ناخد الناس دي زي ما بنقول تحت عارف. والله يا اخواتنا ما شاء الله ربنا يكرمهم في الكنترول يعني هم ياخدوا الملحوظه ديت وان شاء الله اقول لاخويا ملهم العسوي ما شاء الله يقدر يعني يتواصل كويس جدا والمساله دي كمان تبحث يعني يعني قبل ما انسى بس انا بقولها على الهوا تبحث ما شاء الله في جريده الرحمه كمان العدد اللي مش هيبقى طبعا اللي خرج النهارده اللي هو فجر بكره ان شاء الله العدد القادم لازم ان شاء الله يبقى لها تحقيق ولازم يبقى فيه تحقيق واضح جدا لان احنا كلنا عايزين نوصل لما هو حق وبين وممكن الناس تبقى عندها نوايا طيبه لكن النوايا الطيبه وحدها لا تكفي والعرض الاعلامي قد تكون وراه كثير من الخبايا اللي ممكن نعرفها وممكن جدا ما نعرفهاش وتكون الامور يعني مش احسن او كما يجب يعني او كما يعني من الاخر فيها بعض شويه كده مش هنقول مش كله فيه صفاء نيه لكن هناك البعض ما عندوش حسن نيه لكن كلنا نفترض بحسن الظن في الاخر وهو ده اللي بناخده. يا مت الله ربنا يكرمك. انت قلتي عندك سؤالين، السؤال الاولاني ازاي نتعامل مع هؤلاء المتهكمين، السؤال الثاني ما سمعتوش لو انت معانا على الهواء قوليه. طيب ربنا يكرمك يا مت الله، معلش انا ما سمعتش الثاني لكن هقول لك ان شاء الله ازاي نتعامل وان شاء الله اخواتنا ضروري يعني يكلموا اخونا وان شاء الله يكلم استاذ محمود حسان في المساله ديت واخونا استاذ حسن حسان ان شاء الله. اختنا معانا على التليفون. السلام عليكم اختنا اميره. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور محمد على المعلومات اللي احنا بنستفاد منها من حضرتك وانا شخصيا يعني ربنا يحفظك وانا بحب البرنامج ده قوي يعني. الله يعزك ويبارك فيك. استنى كل اسبوع يعني كلنا يعني ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت يعني اديني فرصه بس دقيقتين كده عايزه اقول حاجه. طيب. عايز اسال سؤال للاستاذه لميس الحديدي طب هو انا عايز اقول لك حاجه. انت اختي الغاليه والله ربنا يحفظك انت وكل اخواتنا.
انا اظن يعني اظن عشان بس تبقوا فاهمين ان شاء الله، لا اظن ان اختنا لميس الحديدي هي بتتفرج على قناه الرحمه وبتسمعها، ولا اظن ان سيدنا، فخلينا نبقى عمليين بجد. انا لان انا احبك وكل اخواتنا احبكم في الله جميعا يعني، حتى لا يكون التوجيه خاص. فخلينا نتكلم كلام عام، واحنا في كلامنا العام ده قد يصل ليه، لان احنا كده هنقدر نوصل، احنا ما عندناش اي قضيه شخصيه مع حد، احنا قضيتنا قضية رفع. انا عايزه اقولها حضرتك، يعني انا عايزه اقول يعني الاستاذ توفيق عكاشة طبعا يعني نحترمهم طبعا، ما احنا لسه لا اقول لك حاجه، احنا يعني احنا يوضحوا فكره السويس، يعني يوضحوها عشان المركز تسيء، يعني مثلا يقولوا ايه، لا ده ما طلعوش ثلاثه ملتحين وما طلعوش تبع حزب دينا، طلعوا بلطجيه، يبقى السلفيين والاخوان ما لهمش دعوه. انا قصدي كده اي حد. لا خليكي اختي اميره، ربنا يكرمك، عشان هلا انت قولي وانا بعدين استعرض معك عشان ما اتركيش ولا طالعك. اتفضلي كملي. فاحنا دلوقتي يعني انا عايزه اقول لينا احنا كاسلاميين او كناس عاديه يعني بتتعب من الاعلام وهجمته علينا، عايزين نسيبنا منه يعني نشتغل، يعني ايه يعني نفوت له، هما مش هيسكتوا، هما لحد الساعه قيام الساعه مش هيسكتوا على الاسلام ولا الاسلاميين ولا مهاجمه الناس الشرفاء، مش هيسكتوا، فاحنا نشتغل لانهم عايزين يعطلونا، عايزين نشتغل نشغل احنا بالقضيه دي ونتعب ونطلع على قناه الرحمه كل يوم برنامج يعني يرد عليهم على شبهاتهم، هم عايزين كده، هم عايزين يوصلونا، مش عايزيننا ندي للدكتور محمد مرسي نصائح. برافو عليك. حصل كده هنا في البلد دي، يا دكتور حصل كذا اعمله، مش عايزيننا كده، هم عايزين ننشغل بيهم. وانا والله يعني برافو عليك والله، انا فرحانه طبعا باللي دكتور علاء الشيخ علاء امبارح جابه وقاله، بس انا كان نفسي ما يحصلش كده. فوت لهم دول ناس بيتكلموا، احنا مش عايزين نديهم اهميه. احنا مش عايزين يعني، كان نفسي امبارح اللقاء والنهارده الاستاذ عمر الحنبلي، انا طبعا بحترمهم وبسمعهم، انا يعني قناه الرحمه معروفه فيها يعني ان انا بحب ارائهم وكده، بس انا كان نفسي يدوا نصائح للدكتور مرسي، ياخدوا مكالمات يقولوا يشوفوا الناس عايزين ايه، في ايه في المحافظه دي الدكتور مرسي يعملها، وفي لجنه شكاوى يقدموها للدكتور مرسي. ابدأي بنفسك بجد والله، وانا بكلمك ابدأي بنفسك دلوقتي، تجاوزي المرحله بتاعه، لان انا الاعلام انا والله ما بسمع الاعلام. نعم. انا والله العظيم قطعت الاعلام ده كله، جات لي راحه نفسيه بعد ما كنت خلاص ممكن يجي لي مرض كبير، والله جات لي راحه نفسيه وبقيت مرتاحه، وبقيت فعلا نشتغل عشان يعني الدكتور محمد مرسي ان شاء الله، يعني بنعمل اي حاجه كده في بلدنا. هتعملي ايه يا اميره وانت ربنا يكرمك، عايزه نعمل ايه؟ الله يبارك لك. اقل انا يعني اقل حاجه عندي بصراحه يعني على قد ما قدرت ان انا افهم الناس مين الدكتور محمد مرسي وايه اللي هيعمله، لان الناس بتقابلني. انت هتفهمي الناس وهتعملي ايه الوقت، هيشوفوا الناس فيكي ايه تغيير، هيشوفوا الناس فيكي ايه فعلا انت في اتجاه التصحيح للفكره اللي موجوده عند الناس خاطئه عن الاسلاميين او عن رئيسنا، ربنا يا رب يحفظه. وانا بيقولوا كتير جدا لسه، تاني هكرر نفس الكلمه، انا والله قابلت ناس كسر يعني يقول لك عمري ما كنت اتخيل ان انا ادعي رئيس الجمهوريه او ادعي رئيس دوله، استمعي ادعي له من قلبي فعلا باخلاص نيه كده، وابقى انا فعلا فعلا بحبه، ربنا رزقه القبول من عنده. هتعملي ايه؟ والله يا دكتور محمد، والله يا دكتور محمد انا بدعي لرئيس الجمهوريه اكتر ما بدعي لنفسي ولاخواتي. ربنا يكرمك. كل صلاتي قسما بالله بدعي له وبعيط لله واقول يا رب وفقه، لان الراجل ده يعني احنا المفروض نصلي كل يوم ركعتين شكر بعيد عن الصلوات، ان ربنا جاب لنا واحد زي ده، نحسبه على خير طبعا. ازاي بعد مبارك و30 سنه مبارك والذل اللي احنا فيه ويجينا واحد زي ده ونعرضه؟ انا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي ولا بتعمل ايه. فانا اهم حاجه عندي من نفسي اصلح نفسي الاول، انضف الاول واصلح نفسي واشوف ربنا الاول واطيع ربنا الاول، عشان ربنا يحقق لي اللي انا عايزاه من الدكتور مرسي. ده اللي اقدر اعمله. والحاجه الثانيه انا انصح الناس ان شاء الله ان مين الدكتور مرسي ومين الاسلاميين، لان الهجوم دلوقتي يا دكتور بقى جامد جدا، يعني الناس بقت تقابلنا تشتمنا. انا والله امبارح واحد من اولاد عمي كان قبل الانتخابات منتخب شفيق وكان مهاجمه، امبارح والله سبحان الله ربنا هداه كده مره واحده، جه قال انا عايز اشترك يا في حزب النور يا في حزب الحريه والعداله، يبقى اخواني يبقى سلفي. نعم. انا والله ما توقعتش حاجه زي دي. ليه؟ لانه شاف اخلاق الناس الاسلاميه بتعامل ازاي بعد الانتخابات، ما قالوش بقى ده رئيسنا اسلامي نعمل اللي احنا عايزينه ونسيطر على البلد، لا بيعاملوهم نفس المعامله. فانا يعني بنصح الناس تبعدوا عن الاعلام، ركزوا بقى في مصر، لازم احنا نركز في مصر، سيبكم منهم، سيبهم يتكلموا، ربنا يهديهم وندعي لهم برضك بالهدايه يا شيخ يا دكتور. الله يكرمك يا الله يكرمك، جزاك يا اختنا اميره، ربنا يا رب يحفظك ان شاء الله. أختنا أمة الله، أختنا أميرة، كل أخواتنا يعني وكل إخواننا اللي موجودين في كل حتة، عايزين نهتم بقضية واضحة جدا في التعامل، كيف نتعامل مع
هؤلاء المتهكمين على الإسلاميين، هؤلاء الذين يريدون أن ينالوا من شخص الرئيس، سواء الرئيس كشخص أو رئيس كرمز أو رئيس كفكرة أو رئيس كمشروع نهضة. أول حاجة بكلم كل المصريين، والله مسلمين ومسيحيين، بكلم كل المواطنين، شباب كبار في السن، لأن احنا عندنا الكبار بيبقى عندهم فكر واضح ومحدد واتجاه زي ما كنا بنقول في طريق واحد. صعب قوي ان انت تغير افكار الناس الكبيرة. لو كان في واحد كان مدي حياته كلها وعمره كله في فكرة، صعب قوي ان هو فجأة يغير الفكرة ويحود عنها او يتجه اتجاه اخر. لكن برغم من كده العقلاء من اهل الخبرات ادراكهم في الحياة بيتسع جدا، وده اللي بنقوله في مشروع الحرية بتاعنا. احنا بنتكلم في برنامجنا بحرية، اللي بنتكلم فيه على مشروع الحرية، اللي بنقول فيه ربنا ادانا كل انواع الحرية في التصرف في القول في الفعل، وانعم علينا بنعمة من نعمه الجميلة العظيمة النهاردة ان بقى عندنا رئيس منتخب على هذا النظام الذي اتفق عليه المصريون ان يصلوا به، ما يسمى بالنظام الديمقراطي، اللي بيقول ان كل الناس تحتكم لاغلبيتهم عشان يبقى عندنا صندوق عشان يطلع منه رئيس. اصبح عندنا رئيس واصبح عندنا واقع رئيس، والواقع ده مش عاجب ناس كتير جدا. ازاي نتعامل مع الناس دول؟ الاول احتواء الناس، الكبير بيحتوي الصغير، العاقل يحتوي الغير عاقل، الصادق في نيته بيحتوي اللي عنده مشاكل، اللي عنده شوية كذب كده على شوية نفاق. وخلونا ناخد الآيات اللي كنا بنقولها في منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كان هو الصادق الأمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به أقرب الناس إليه. لو كل واحد فينا ملتزم وكل أخ دين إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد، هو بيحسب نفسه دين في المظهر، هكلمه وأنا توقفت بعد ما بقول المظهر والجوهر باللي كانت ما شاء الله أختنا أمة الله، واللي نفس أميرة تقوله، واللي نفس أم عصام تعمله، في أول حاجة الإخلاص في القول والعمل هيبدأ يظهر على المظهر والجوهر. هيظهر المظهر والجوهر ويبقوا الاثنين زي بعض بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي دية الدعوة اللي بنتكلم عليها. طب نعمل بيهم ايه؟ نعمل مصالحة ونعمل مصارحة ونعمل إصلاح حقيقي. ده اللي هنبدأ بيه في التحديات. في خمس تحديات الرئيس اتكلم عليهم: النظافة، المرور، الاقتصاد، الأمن، مش فاكر الخمسة. أول حاجة في النظافة، كم حد فينا بيرمي الزبالة في الشارع؟ كم حد لحد النهاردة ما تعاونش في حل أزمة النظافة؟ دي أول حاجة في إيدينا احنا نقدر نعملها من دلوقتي حالنا، ترمي صندوق الزبالة أو ترمي كيس الزبالة في مكان الزبالة. طب مكان الزبالة ما حدش بيشيلها. نرجع بقى ونفكر تاني، يا حزب النور، يا حزب الحرية والعدالة، يا إخواتنا المثقفين، بس المثقفين بجد مش النخبة يعني اللي قاعدة تشتم وخلاص، اللي بتظهر في شاشات الإعلام اللي بتخون كل الناس وبتضيع كل الناس اللي كنا بنتكلم عليهم دلوقتي في الفلف في الملف اللي لسه ما قفلتوش بتاع الناس اللي بتكسر المقاديف وتقصقص الريش بتاع الطائر اللي نفسه وان شاء الله هيطير. زي ما بيقولوا بقى، شاء من شاء وابى من ابى، فهذا زمن الافعال وليس الكلام، زي ما كان الفريق احمد شفيق بيقول. عشان كده بنقوله حالا كلنا مع رئيسنا ما شاء الله المنتخب، ربنا يا رب يحفظه بمرجعيته الطيبة، ولا نزكي على الله أحد، وهو خلق من خلق لا يصيب ويخطئ، ولا يمكن أن يقوم لوحده، مش هيقوم لوحده، مستحيل يقوم لوحده. الدعوة لم تقم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها وهذا الانتشار لوحده، ولكن كانت معه صحبة طيبة خالصة. ربنا أنعم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنعم على هؤلاء الصحابة. كنا بنقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كأنه بكى أو دمعت عيناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث صحيح ليس بلفظه وإنما بمعناه. فقال: تشوقت لأحبابي. وبيسأله كان سيدنا عمر انصحى، فبيقول: من ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوم يأتون من بعدي، آمنوا بي ولم يروني، فإني اشتقت إلى لقائهم. تخيلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشتاق إلى لقاء أحبابه. أنتم من أحبابه، أنت منهم، أنت منهم. ولو أنت منهم أو أنت منهم، وكان الدكتور محمد مرسي هذا العبد لله واحد منهم، هتحبوا تبقوا معاه؟ يا إخواني يا مسلمين، يا سلفيين، يا ملتزمين، يا متصوفين تصوف يرضي الله سبحانه وتعالى، يا أهل الطاعة،
يا من تتعبدوا لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، اللي عندكم فهم وحب للنبي صلى الله عليه وآله وحب وفهم لصحيح الدين في كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، في صفاء الاعتقاد اللي موجود لربنا الواحد الأحد الفرد الصمد، ربنا اللي بيأمرنا بكل حاجة في حياتنا لمصلحتنا. وعشان كده لما بنيجي نقول عندنا تحديات، تعالوا نخاطب الناس اللي ممكن جدا نجتذبهم إلينا ونبقى احنا من الفئة الطيبة، الفئة الطيبة اللي بتصلح وتصلح، اللي بتصلح لقيادة الأرض في ان هي تبقى عندها المبادرة، عندها الأولوية، عندها التوكل على الله سبحانه وتعالى، بعد ما عندها الإيمان والاعتقاد بأن ربنا مسبب الأسباب وربنا فوق الأسباب وربنا من صنع هذه الثورة وربنا من أتى بهذا الرئيس، مش شطارة مننا ولا جدعنا ولا يعني كان الإخوان والسلفيين والمتدينين والناس ديت عندها من الإرادة والقوة ما تفوق قدرة الله سبحانه وتعالى خالص، وإنما هي أسباب. كلنا مؤمنين بالأسباب، عشان كده ربنا أنعم علينا. إذا كان عندنا كده تعالوا نثق في نفسنا ثقة حقيقية، لأن ربنا هو من وضع فينا هذه الثقة، ربنا اللي كرم البني آدم، ربنا اللي خلقنا في أحسن تقويم، ربنا اللي أنعم علينا بأحسن دين، اللي أنعم علينا ببلد والله فيها من الخيرات الكثير، أم الحضارات، أم البلاد مصر اللي ربنا كرمنا بيها، اللي كانت كل قصص سيدنا موسى في مصر، اللي كانت قصص سيدنا يوسف في مصر، اللي خرجت منها أمنا هاجر حتى تلد أو حتى تكون مع سيدنا إسماعيل في مكة المكرمة عند البيت الحرام، اللي يخرج من تحت قدم زمزم فيشرب كل المسلمين، أم مصرية وأنساب النبي مصريين، والمصريين شعب طيب، شعب ما شاء الله عنده من العبقرية والكفاءة والحرية والقدرة على تصنيف المنافقين وعلى تصنيف الكارهين وعلى تصنيف المحبين وعلى احتواء الناس اللي مش فاهمة والناس اللي مش مستوعبة وحتى الكارهين. عايزين مبادرات بالحسنات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا خالد بن الوليد كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد سنين طويلة جدا لحد يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر المدينة، حتى قاد جيوش الكفار لقتل المسلمين في غزوة أحد، إلى أن مثلت بجثة سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد شباب الجنة مع سيدنا الحسن والحسين. ونفهم كيف يتحول هذا العبد الكاره الكافر إلى سيدنا خالد بن الوليد، سيف سله الله على الكفار، سيف الله المسلول بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص اللي خرج حتى يأتي بالمسلمين من الحبشة حتى ربنا يعافينا، حتى يفعل فيهم المشركين في مكة الأفاعيل كما كانوا يفعلوا بسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يضع عليه النار والجمر في الحر حتى قتلت أول شهيدة في الإسلام سمية، حتى قتل ياسر، اتقتلوا في قلب مكة، وعمرو بن العاص يروح يجيب الباقيين علشان عايز يجيبهم حتى يقتلوا ويصلبوا ويمثل بهم، يكن سيدنا عمرو بن العاص هذا رضي الله عنه وأرضاه فتح مصر، سبب في إسلامنا، سبب في دخولنا في دين الله أفواجا، فتح الله به البلاد وفتح به قلوب العباد. أي فضل وأي كرم، تخيلوا هذه المنة الربانية على عبيد الله الصالحين، عشان ربنا يجعلنا من المحبين الداعين للسلام والداعين للإسلام والداعين للمصالحة والداعين لفكرة الإيد الواحدة اللي مختلفة، زي ما بنقول وقلنا الحلقة اللي فاتت بنكررها، صوابعنا مختلفة، كل إيد فيها صباع طويل قصير، بصمة مختلفة بلون مختلف، هنا فاتح هنا غامق، هنا في شعر هنا ما فيش شعر، أيا كانت الاختلافات في الآخر إيد واحدة تدفع، إيد واحدة تمد، إيد واحدة بتبني، إيد واحدة ترفع البناء بفكر واحد وعقل واحد. كلنا مش بس مصريين، كلنا مبتعثين رحمة للعالمين، كل الناس بكل الكيانات. عشان كده بنقول الكلام ده، تعالوا نفهم ان معنى التواصل، وهي دي نقطة مهمة قوي، دي نقطة من الحلقة النهاردة عايزين نفهمها.
معنى التواصل هو مدى الاستجابة اللي بتحصل عليها من الآخر. لو لقيت الآخر بيكرهك يبقى أنت لسه مش عارف توصل له صح، ابحث عن طريق آخر، شوف مدخل تاني. في حد بيدخل له بمدخل الكلمة الطيبة، حد بيدخل له بمدخل الفعل الطيب، في مدخل بنخش بيه بالابتسامة، عشان كده تبسمك في وجه أخيك صدقة. في مدخل الكلمة الطيبة تأتي بهذا الغرس، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بنفتكر الكلمة الطيبة، حد قال لنا كلمة طيبة في موقف شديد، ده اللي محتاجينه النهاردة عشان نبادر ويبقى عندنا حرية حقيقية في ظل هذه الدولة المصرية المدنية بمرجعية إسلامية. يعني إيه؟ تعالوا نفهم الناس، إحنا مش بنمسك الناس والبنات هيتحجبوا هنقطعهم في الشوارع والواد ماشي مع خطيبته دبحوه. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لم يكن المسلمين كذلك أبدا في أي زمن من الأزمنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن الناس كانت تأتي في دين الله أفواجا حتى أتاه الفتح، فتح القلوب والعقول. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح دعاء، ده اللي كان بيقوله لنا المهندس منير في أول الحلقة. واستغفر ربك يا مؤمن، زي ما كان مؤمن بيقول لنا وإحنا بنفهم، وبادر بالعمل الطيب. من الآخر عندنا أزمة كلام النهاردة هنقوله حتى نشتغل من دلوقتي يبقى عندنا أفعال. عندنا أزمة نظافة، أيوة عندنا أزمة نظافة، بنحط الكيس البلاستيك بتاع الزبالة جنب باب الشقة، تيجي القطة تاكل في الكيس وتلاقي الزبالة مرمية على السلم، ما احنا طلعناها بره الشقة خلاص ما عادش ينفع. لازم نفكر في حلول إبداعية وحلول عبقرية، لأن المصري عبقري هيعرف يجيب الصندوق اللي بغطى، هيعرفوا الناس يجمعوا الزبالة في مكان من غير ما يبقى الشارع زبالة. أول حاجة هنبدأ نشتغل عليها، عندنا رئيس ربنا يكرمه عمره ما هيقدر يشتغل لوحده، قالك أنا بتقوى بعد الله سبحانه وتعالى بالناس اللي انتخبته. لو أنتوا انتخبتوه أنتوا معاه ملتزمين إسلاميين أو غير إسلاميين، أيا كان الفكر كلنا مسلمين وكلنا مصريين وكلنا نحب هذا الرخاء والنماء لشعب مصر. في ناس كتير بيتفرجوا علينا من نعم ربنا علينا، مش بس مسلمين، مسيحيين كمان لهم اعتقادهم ولهم حريتهم. أزمة النظافة أزمة مش مرتبطة بدين ولا بجنس، بس مرتبطة أن يتعرف أن أنت صالح ولا طالح، يتعرف أن أنت إيجابي ولا مش إيجابي. أول حاجة هنبدأ نفكر فيها، هتبدأ تفكر أهل العمارة بقى يتسنوا بكرة الجمعة ولا النهاردة الجمعة ولا كل يوم عندنا نجتمع فيه عيد بالنسبة لنا. تعالوا نفهم يا جماعة إزاي نحل أزمة النظافة مع بعضنا. مش الرئيس هينزل يلم الزبالة من البيوت أو هيبعت الناس يلموا، ده بقى لنا 30 سنة، لا مش 30، 60 سنة. عارفين أول ما جت الحملة الفرنسية مصر عملت حاجة، بس إحنا كمصريين ما نحبش حد يضربنا من بره، لكن حصل. الحملة الفرنسية أول ما جت مصر أمرت كل صاحب دار أن ينظف أمام داره. يعني إيه؟ من الآخر كل واحد صاحب بيت مسؤول إن هو ينظف قدام بيته، ودي ثقافتنا اللي كانت موجودة حتى عندنا في الفلاحين على رأي عكشة أبو بطة. يعني إحنا كلنا بيبقى عندنا كل ست شطرة موجودة في بيت ولا في قرية هي بتنظف قدام بيتها، والراجل الطيب المحترم اللي بيطلع ينظف قدام محله ويرش شوية مية كل يوم يبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى وينتظر، عنده فهم بيقولك أنا عارف أن ربنا هيبعت لي رزقي، فأنا كل المطلوب مني أن أنا أبقى مستني. أنا عندي السماعة باظت، طيب ماشي السماعة باظت فمش هاخد اتصالات، بس أنا خمس دقايق كده وخلص ربنا يكرمكم. فبيقولك وهو فاهم وهو واعي يعني إيه نظافة. تعالوا نبدأ بالنظافة، تعالوا نبدأ فعلا ننظف بيوتنا، ننظف عمارتنا، ننظف شارعنا. مش احنا أيام الثورة كنا بننظف الشوارع والشباب والبنات واحنا في أجازة الصيف كانوا بيطلعوا يلمعوا ما شاء الله الميادين ويلمعوا الحيطان ويلونوها ويلونوا الرصفة. يلا نبدأ يا شباب بمبادرات ونبدأ بحملات ونبدأ ننظف بلدنا، وتطلع القاهرة وتطلع اسكندرية وتطلع الإسماعيلية وتطلع طنطا وكل المدن والمحافظات، مش هعمل زي السيد الرئيس الله يحفظه وانسى شوية واسيب شوية، لا كلنا في قرانا في نجوعنا في العزب في الميادين اللي جوه المدن تعالوا نبدأ نعمل الحملات. وانت راجل محترم شجع عيالك يبدأوا يعملوا كده، شباب وبنات بالتزام وبحرية تبقى عندهم في الرأي. يلا نبدأ حملة النظافة، احنا اللي نبدأها ونعملها، ودي اول حملة لازم نعملها. والتانية انا هحترم نفسي،
من نعم ربنا عليا، انا بحترم نفسي لوحدي، بربط الحزام، بمشي في الاتجاه الصحيح، ما بخالفش، ما بمشيش عكس الاتجاه الا للضروره القصوى يعني في حتت معينه كده. طب تعالوا نفهم كويس جدا يعني ايه هنلتزم بقواعد المرور، يعني ايه هنلتزم باداب المرور عشان يبقى الشارع فاضي. ما انت بتنزل تصلي وتسيب العربيه في وسط الشارع عشان تلحق الصلاه، عادش ينفع. لازم تركن العربيه كويس في مكان كويس عشان تقدر تصلي وانت مطمئن النفس. رمضان جاي، مش هنعمل زي ما كنا بنعمل قبل كده في هذه الظاهرة الرائعة. هنشوف إن شاء الله رمضان من يوم واحد ليوم 30 كل الرجالة والستات والأطفال والصغيرين والكبار في المساجد بتصلي التراويح وتتجمع وتعزم بعضها على الفطار، وتعزم المسيحيين والمسيحيين يعزموا المسلمين على الفطار. مبادرة جديدة في مصالحة جديدة حتى نكون أمة واحدة حقيقية. ربنا جعلنا أمة واحدة بشرط ان نبقى في وسطية الاسلام والوسطية الحقيقية في الفكر الانساني السوي على الفطرة السوية. ديننا دين الفطرة، تعالوا نشوف الفطرة السوية ماشية ازاي، بنجمع بعض وده اللي هيدينا الامن والامان. مصر ايام الثورة في 18 يوم كانت بعد حفظ الله سبحانه وتعالى، كل الناس ايد واحدة في اللجان الشعبية. الفكرة اللي كانت في ميدان التحرير اللي كانت فيها المساواة والعدالة والمدينة الفاضلة اللي كانت موجودة يعني في أحلام سقراط زمان، كانت موجودة على الأرض في هذا المجتمع اللي موجود في ميدان التحرير، اللي الناس بتحافظ بيه على بعض، اللي الناس بتستوعب بعض، اللي الناس عندها أخلاق كريمة، أخلاق طلعة من كل صاحب فطرة سوية. تعالوا نشوف الكلام ده اللي هيعيد لينا الأمن، وده اللي هيأمننا في الاقتصاد علشان ما نصرفش، عشان ما نقيدش النور على الفاضي، عشان ما تبقاش فاتورة الكهرباء بتصل لميات ويمكن ألفات الجنيهات، عشان ما يبقاش عندنا هدمة ما احناش عايزينها، عشان ما نعملش حاجة للأسف ربنا هيحاسبنا عليها. ربنا بيحاسبنا على كل حاجة، على النعم هنتحاسب عليها. تعالوا نخلي نيتنا صافية لله سبحانه وتعالى الأول، نتعبد لله سبحانه وتعالى إن احنا نحافظ على هذه البلاد ونحافظ على هؤلاء العباد، نحافظ على نفسنا بنيتنا. تعالوا بجد نبدأ بداية حقيقية من دلوقتي حالا. الميت يوم الشباب قعدوا على الفيسبوك بيحسبوا الميت يوم بالساعة، مين عداد موجود على الساعة بيحسبوا للدكتور محمد مرسي كم يوم له وكم ساعة وكم دقيقة. تعالوا نحسبهم، وده فكرة إيجابية، تعالوا نعد بالعداد احنا عملنا ايه مع الراجل ده لو احنا بنحبه. بالله عليكم، بالله عليكم لا تنسونا وتنسوا الدكتور محمد مرسي، ما تنسوهوش يعني، ولا تنسوا هذه البلاد وهؤلاء العباد من صالح دعائكم في ركعتين التهجد كل ليلة إن شاء الله قبل ما تناموا ركعتين بس خفاف إن شاء الله. ربنا يمكن ينجينا بيهم ونجدهم في ميزان الحسنات، وتدعو لنا في السجود أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاد رخاء سخاء إن شاء الله، آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين في كل مكان. نراكم على خير وبألف خير بحرية وصدق نية وإخلاص لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.